أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقدم للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم والشهادة الثانوية الأزهرية علمي للأعوام من 2019 حتى 2022 للذكور وعامي 2021 للإناث بحد أدنى 60% على ألا يقل نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية عن 65%. هتقدم للقطاع الطبي في مصر، أطباء وأطقم تمريض، كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم وكل الشكر. مصر عليها العين وولادها الغالين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. هنا بلد الجدعان وما فيش منا جبان، في الشدة بيبان من اللي بيحب مصر. هنا مصر منظومة طبية متكاملة بوزارة الداخلية تتسم بالتطور والتميز من خلال الكفاءة العالية للكوادر الصحية والتجهيزات التقنية المتطورة المزودة بها والصروح الطبية المنشأة على أحدث الطرز المعمارية. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في أي ظروف. في إطار التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الداخلية، أنشأت الوزارة المعهد الفني الصحي الشرطي بمدينة نصر وآخر بالإسكندرية لإعداد أفراد شرطة فنيين ومتخصصين قادرين على تقديم خدمة صحية أفضل، بخاصة في مجالي التمريض والطوارئ والرعاية العاجلة. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقدم للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علم علوم والشهادة الثانوية الأزهرية علمي للأعوام من 2019 حتى 2022 للذكور وعامي 2021 و2022 للإناث بحد أدنى 60% على ألا تقل نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية عن 65%. مدة الدراسة بالمعاهد عامان، يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين بدرجة معاون أمن ثالث، يترقى بعدها في الدرجات المختلفة. الطالب يقضي 3 أشهر تدريب أساسي بالمعاهد بنظام الإقامة وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي. يتم سحب كراسات الالتحاق اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 أغسطس حتى الخميس الموافق 8 من سبتمبر بمستشفيات الشرطة بمدينة نصر وطنطا والإسكندرية وأسيوط، على أن يتم استلام الكراسات عقب استيفائها اعتبارا من الثلاثاء الموافق 9 من أغسطس حتى الأحد 11 من سبتمبر بمقر المعهد الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر.